أهلا بكم من جديد. في حلقات ماضية فتحنا ملف أئمة المساجد وأوضاعهم وحال المساجد في مختلف مناطق المملكة. طبعا لا أود أن أعيد وأكرر بناء على ما عرضناه، لكن هناك تفاعل يشكر ولا ينكر من قبل وزارة الشؤون الإسلامية تجاه هذا الملف. وزارة الشؤون الإسلامية صرحت في الآونة الأخيرة وأخيرا وقفت وأعلنت صريحة بأنها لن تتهاون في موضوع أنه يجي الإمام ويوكل أحد من العمالة لإمامة المسجد تحديدا في الصلاة، صلاة الظهر التي تشتكي منها غالبية المساجد في مختلف مناطق المملكة، بحكم أنه إمام المسجد عنده وظيفتين، إمام مسجد ومدرس أو يعمل في أي جهة أخرى. المتابعة كاملة تأتيكم في سياق رصدنا القادم، ومن هنا أنا أشكر لكم متابعتكم وأدعوكم إلى مشاركتنا دائما الرأي والتعليق عبر هاشتاغ قضية رأي عام على شبكة تويتر أو من خلال حضورنا في الشبكات الاجتماعية المختلفة. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم بصحبة قضايا جديدة، وأترككم الآن لمتابعة ورصد التحركات التي تمت مع تحقيقنا عن أئمة المساجد. في أمان الله. توكيل الحقيقة للحراسة أو الفراشين، ما أظن هناك إمام يفعل ذلك، لكن غالبا هو يجتهد لما يغيب الإمام ولا المؤذن، ولا لا يليق حقيقة أن يوكل الإمام غير المؤهلين. هناك أئمة من البنغاليين، وهناك أئمة من البرماويين، وهناك أئمة من بعض اليمنيين، هذا لا بأس به إذا حصل الإذن. والعلة في هذا أن الراتب متدني، بعض الأئمة يأخذ 2000، بعضهم 2500، بعضهم 1500، الإمام أقل. أنا أعرف مساجد من هذا المسجد ومساجد كثيرة أعرفها، يكون الإمام سعودي براتب حدود 6000 أو 5000 ريال، فيروح يجيب لها هندي أو بنغالي أو يمني، فيشترط معه على راتب معين بحدود 1500، 1000 ريال، 2000 ريال. ما ترى سعودي يأتي إلا يوم الجمعة، يأتي يخطب ولا يأتي لو صلاة مغرب أو عشاء هكذا بالأسبوع، إذا يسر الله ما في يسيب المسجد ويأتي لها بآخر الشهر 6000 أو 4000، يحط 4000 أو 4500 جيبه ويعطي هذا العامل 1500 وهو مرتاح في البيت. نجي إحنا هنا نصلي، وهذا مسجد من الأوقاف، طبعا لا دورات مياه مضبوطة، الفرش لازم نشيل زلنا معانا لأنه أكثر اللي داخلينه ميكانيكية وزيوت في الفرش، والله ما ندري كيف، وهذا وضع ما يرضي يعني سبحان الله أحد. هذا ما هو، لو إنه بيتي أنا ما أرضى إنه يصير كذا، فما بارك بيت الله سبحانه. أمر المساجد عندنا أصلا هنا أمر يحتاج له إعادة برمجة كاملة من وزارة الأوقاف. بعد أن طرح قضية رأي عام ملفا عن المساجد في السعودية، مشيرا إلى واقع الأئمة وتوكيل بعض المؤذنين لغيرهم بالصلاة بالناس وعدم صيانة بعض المساجد والجوامع الصغيرة، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أئمة المساجد والمؤذنين عدم تكليف العمالة الوافدة برفع الأذان وإمامة المصلين. وأضافت الوزارة أن ذلك يعتبر مخالفا للنظام، ويتعرض المتجاوزون منهم لعقوبات تصل إلى طي قيدهم وإبعادهم عن العمل في المساجد. وصدر تعميم من الوزارة بتوجيه جهات مختصة بمتابعة المساجد والتأكد من قيام أئمة ومؤذني المساجد بمهامهم الموكل إليهم بأنفسهم وتطبيق النظام على من يخالف ذلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعودة جميع وظائف إمامة الصلاة ورفع الأذان بالمساجد. إلى ذلك أرست وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مجموعة من مشروعات إنشاء وترميم وصيانة ونظافة عدد من المساجد والجوامع، وذلك بما يفوق 27 مليون ريال. إن هذه المشروعات تأتي ضمن سلسلة مشروعات متعددة تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، منها مشروع تمديد عملية صيانة ونظافة وتشغيل مساجد المجموعة 7 في محافظة جدة.